هذا مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله. یہ ذریعہ شش پوچھا امام حسین علیہ السلام، یہ جو حصہ ہے یہ وہ مقام ہے جہاں پہ شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کی قبر منور ہے، اور سینہ اقدس پہ شہزادہ علی اصغر علیہ السلام. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین وعلى أبو الفضل العباس بن الحسين وعلى سكينة بنت الحسين وعلى زينب أخت الحسين وعلى زوار قبر الحسين وعلى الباكينة في المجالس الحسين. یہ مقام مقام شہزاد علی اکبر علیہ السلام ہے، وہ مقام جہاں امام سجاد علیہ السلام نے پائی نے پا حضرت علی اکبر علیہ السلام کو دفن کیا. السلام علیک یا علی ابن الحسین، السلام علیک ایہا المظلوم وابن المظلوم. لعن اللہ امتا قتلت ولعن اللہ امتا ظلمت ولعن اللہ امتا سمعت بذلك فرضیت یا مولا یا السلام علیک یا ابن یا علی الاکبر، السلام علیک یا عبد اللہ رضی یا علی الاصغر علیہ السلام ورحمۃ اللہ صلی علی محمد و علی محمد. اللہ صلی علی فاطمۃ و ابیہا وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به. السلام عليك يا أبو الفضل العباس، السلام عليك يا أنصار الله، السلام عليكم يا أنصار دين الله، السلام عليكم يا أنصار رسول الله، السلام عليكم يا أنصار أمير المؤمنين، السلام عليكم يا أنصار فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، السلام عليكم يا أنصار أبي عبد الله الحسين عليه ورحمة الله وبركاته، شهداء كربلاء مع السلام، أسير على كوفة وشام ومارا. السلام عليكم ورحمة الله.